الرحيم. اهلا بكم في قناتي قناة جنة الكروشيه. ان شاء الله النهاردة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل الشنطة دي. شنطة بسيطة وفكرتها سهلة واستخداماتها هنتكلم عنها. اولا الشنطة دي غرزتها بتعتبر بيقال عليها غرزة الشبكة، وهي مكونة من سلاسل فقط، ما فيهاش اي غرزة تانية. الشنطة معمولة من خيط المكرمية. الخيط ده اللي هو ده مصري، خيط مكرمية قطن، 90% قطن، واللفة دي فيها 250 جرام. الإبرة المستخدمة من 3 لـ 4، بس أنا هنا في الشنطة دي استخدمت إبرة مقاس 5.5. زي ما قلت لكم الفكرة بتاعت الشنطة دي فكرة سهلة لأي حد لسه مبتدئ، وما بتاخدش وقت ولا خيط في الشغل. ممكن بنستخدمها يعني مثلا نحط فيها، مثلا البنات يحطوا فيها مثلا أدوات مكياج بتاعتهم، علبة المناديل بالشكل ده، ها بتبقى شنطة يعني سهل ان احنا نشيلها، وبنحفظ فيها برضو حاجتنا. ممكن يتحط فيها هدية تتقدم لحد، يعني هتلاقوا لها ان شاء الله استخدامات متعددة. هنشوف بإذن الله طريقة عمل الشنطة دي، وزي ما قلت لكم هي طريقة سهلة بإذن الله، وهنستخدم فيها الخيط ده زي ما قلت، والإبرة مقاس 5.5. أنا هنا مزينة الشنطة بالزهرة دي. دي زهرة اللافندر، أنا كنت عملت فيديو بيها موجود على القناة، بس دي طريقة تانية وأسهل من الطريقة اللي أنا عاملها قبل كده. دي فكرتها برضو سهلة، بتعتمد على غرزة السلاسل بس، وهنعملها إن شاء الله ونشوف طريقة العمل بتاعة الشنطة دي إزاي. نبدأ مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف طريقة العمل إزاي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نشوف طريقة عمل الشنطة دي. أنا هنا ممكن أستخدم الفكرة بتاعة الشنطة دي على أكبر، يعني أنا هنا مثلا عملاها أعجبتني، عملتها بطريقة تانية فكرتها أكبر، بحيث يعني أنا ليها استخدامات عندي، فأنا عملتها بطريقة تانية أكبر، وإن شاء الله برضو أبقى أوريها لكم في فيديو آخر. هنبدأ هنا الشغل بتاعنا. هعمل من السلاسل، هعمل الأول عقدة البداية بالشكل ده اهي، وهعمل المقاس ده انا هعمله، يبقى هعمل 33 سلسلة، 3 4 كده 10. الخيط هنا جامد شوية، انتوا عارفين خيط المكرمية بيبقى خيط جامد شوية، كده 10 2 4 6 8، كده 10 12 14، كده 30، وهعمل 3 كمان، كده 33 سلسلة. اجيب بس الخيط كده، اعدل الشغل بتاعي، هاجي هعد 8 سلاسل من بداية الصناعة الابرة. ادي 1 2 3 4 5 6 7، ادي 8، وهروح تاني 2 4 6 8، وهاجي في الغرزة اللي بعد كده وهدخل فيها وهعمل غرزة حشو. يبقى انا كده بالشكل ده عملت 8، عديت 8 وعملت غرزة حشو.
هرتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ومن تحت هعد واحد اتنين تلاتة أربعة، وهاجي في رقم خمسة وهدخل فيها وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. الخيط بس ايه هو جامد شوية. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة كده خمسة، وهعد من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة، وهدخل في رقم خمسة وهعمل غرزة حشو. اكرر تاني، ارتفع خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اتنين اربعة، وفي رقم خمسة هدخل كده وهعمل غرزة حشو وهرتفع تاني، تلاتة اربعة خمسة. مشكلة الخيط ده ان هو بيبرم كده زي ما انتوا شايفين، فلازم افضل احاول ان انا ايه اسلكه من وقت للتاني. خلصت كده الخمسة وهعد واحد اتنين تلاتة اربعة، وهدخل واعمل غرزة حشو. دي جت وصلت خيط بس مش مني انا، من المصنع. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعد اتنين اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهدخل الاخيرة دي وهعمل غرزة حشو وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهاجي في نفس الغرزة المكان السلسلة اللي عملت فيها غرزة حشو هدخل فيها تاني وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. وهرتفع، هضير بقى الشغل الناحية المقابلة دي للسلاسل بتاعة البداية، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهعد واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا هيقابلني نفس المكان اللي انا عاملة فيه غرزة الحشو، هدخل فيه من الناحية المقابلة وايه وهروح عاملة غرزة حشو، وهكرر لاخر السطر. بعمل خمسة سلسلة، وفي الناحية المقابلة في نفس المكان بتاع غرزة الحشو بعمل غرزة حشو، يعني بيبقى عندي في النهاية اتنين حشو متقابلين مع بعض. تمام كده، هكرر لاخر السطر وارجع لكم تاني. انا كده وصلت للنهاية وارتفعت بعدد خمسة سلسلة. هاجي هنا في الحلقة اللي انا الثمان سلاسل اللي انا سبتهم بعد ما عملت خمسة سلسلة بالشكل ده، هروح جاية هنا في نص الحلقة وهعمل اتنين، هعمل غرزة حشو غرزة واحدة. تمام بالشكل ده، وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهاجي في الحلقة اللي وراها على طول في نص الحلقة، انا هنا عاملة خمسة سلسلة، هعد واحد اتنين وادخل في التالتة وهعمل غرزة حشو، يعتبر كده في نص الحلقة. وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الحلقة اللي وراها هعد واحد اتنين وهدخل في رقم تلاتة. ممكن تدخلي في نص الحلقة على طول من غير ما تدخلي في السلسلة نفسها،
او ممكن او تدخلي في السلسلة. انا عن نفسي بفضل ادخل في السلسلة، يعني انت ممكن تيجي كده الحلقة اهي، تخش كده تحت السلاسل وتعملي غرزة الحشو. لا انا عن نفسي بفضل ان انا ادخل اعد 2 وفي رقم 3 اللي هي تعتبر النص هدخل فيها واعمل غرزة حشو، بتديني شكل منتظم وبتبقى غرزة الحشو نفسها متماسكة، لا بتروح يمين ولا شمال. وهعد 5 وهفضل اكرر الشغل لغاية لما اوصل للنهاية. تمام كده، هو بس الخيط ايه المكرمية بيبقى جامد شوية في شغل الإبرة، فبيضايق يعني ما بيبقاش فيه مرونة معاكي. وهعد بالشكل ده 5 3 4 5، وهاجي هعد 1 2 وهدخل في رقم 3 وهعمل غرزة حشوة وهرتفع 1. هنا الخيط بيبرم اهو زي ما قلت لكم، فلازم من وقت للتاني احاول ان انا افرده. 2 3 4 5، وهاجي في الزاويه او الركن اهو هنا وهعد، هدخل وهعمل غرزه حشو. اكرر الشغل الناحيه التانيه المقابله ليها وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت يعتبر السطر، لو ملاحظين هتبدا تاخد تجويف كده اهو وترتفع لفوق. ادي اخر حلقه هرتفع برضو 5 سلاسل، وهاجي هنا في الحلقة دي بقى وهعد 1 2 3، بدل ما هعمل غرزة حشو واحدة هعمل 2. تمام كده اهو، زي ما قلت لكم لو ملاحظين هيبدأ الشغل ياخد تجويف كده للداخل معايا. هرتفع 5 سلسلة، 3 4 5، والحلقة اللي وراها هعد 1 2 وادخل في التالتة وهعمل 2 غرزة حشو. وهبدأ اكرر نفس نظام الشغل لغاية لما ارتفع بالطول اللي انا عايزاه للشنطة. ادي عملت 5 2 3 اهو، وهدخل واعمل غرزة حشو 1 2، وده هيبقى نظام الشغل بتاعي لغاية لما ارتفع للطول اللي انا عايزاه بالشكل ده. وهيبدأ الشغل ياخد قلنا تجويف ويطلع اطلع بيه كده اهو لفوق. هشتغل شوية وارجع لكم تاني ان شاء الله. انا هنا ارتفعت بالشغل حوالي 3 اسطر مع سطر البداية يبقى 4. هعتبره ده نموذج مصغر عشان بس وقت الفيديو ما يطولش. في النهاية انا بشتغل ما يقرب من، يعني انا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسطر، هرتفع ما يساوي 9 اسطر. هبدأ اعمل ايدي شنطة على النموذج المصغر ده. انا عندي كل سطر بيتكون من ادي 1 2 3 4 5 6 12 دايرة من دول. هعتبرهم 6 من قدام و6 من ورا. الستة اللي من قدام هيبقوا بالمنظر ده، يعني ادي اهي واحدة وادي التانية. وهبدأ افوت اخلي 2 في النص هنا، من هنا هبدأ في نص الحلقة اللي تحتها هعمل ارتفع بعدد السلاسل بتاع دراع الشنطة. يعني اهو بالشكل ده ادي 2 اهم 2، تمام، وهفوت الاتنين دول وهبدأ اشتغل في الاتنين دول. يبقى انا هنا ادي واحدة وادي التانية، هاجي هنا بقى هنا في المنتصف هرتفع بعدد
السلاسل بتاعة دراع الشنطة. انا هنا هعمل 30 غرزة سلسلة، 7. انا كده عملت 30 سلسلة. ازود شوية عشان ايه ما يبقاش قصير. زودت 3 سلاسل، يعني عملت 33 سلسلة. هاجي هفوت 2 وهدخل هنا في المنتصف 1 2 وهعمل غرزتين الحشو بتوعي اللي انا بشتغلهم على طول العمل بتاعي. بعد ما عملت غرزتين الحشوة انا كده خلاص. السطر الاخير ده يعتبر السطر الاخير اللي هو بتاع الدراع، مش هعمل هنا بقى 5 غرزة سلسلة، هعمل 3. وهاجي في الحلقة 1 2 3 وهفوت وهدخل وهعمل 2 غرزة حشو وارتفع 3 سلسلة. والحلقة اللي وراها هفوت وهدخل في التالتة، هفوت 2 وادخل في التالتة رقم 3 وهعمل غرزتين حشو وابدأ اعمل 3 كمان. وهاجي في الحلقة هفوت 1 2 وهعمل كده غرزتين حشو، ده الجنب التاني. يبقى انا كده خلصت الجنب اللي قدامي اهو بتاع الشنطة وعملت دراع واحد. هقلب كده واشتغل داير اهو في نفس النظام اللي عملته في هنا هعمله هنا. اجي في المنتصف هاجي هفوت، اجي الاتنين بتوع المنتصف، يعني انا هنا في النص اهو هشتغل كده قصاد الدراع اهو، ادي جنب الشغل اهو، وهرتفع هنا بالتلاتين سلسلة بتوعي او التلاتة وتلاتين. فوت 1 2 وهدخل هنا في المنتصف اهو 2 قصاد 2، 2 من ورا و2 من قدام بالشكل ده اهو. هاجي هنا في المنتصف بقى وهدخل في افوت غرزتين او في المنتصف الحلقة وهعمل 2 غرزة حشو وهرتفع عدد 3 سلسلة 3. وهاجي في الحلقة اللي وراها برضو في المنتصف وهدخل هعمل 2 غرزة حشو واحد 2 وهرتفع 3 وهاجي هنا في المنتصف وهدخل اعمل 2 غرزة حشو 1 2 3 وهاجي هنا 1 2 وفي المنتصف برضو هدخل وهعمل 2 غرزة حشو. تمام، انا كده وصلت للدراع التاني اهو بالشكل ده. لو تلاحظوا الشغل لم معايا شوية، ادي الجنب بتاع الشغل اهو والدراع قصاد الدراع اهو، وادي الاتنين الفراغ، وادي 2 فراغ من الناحية التانية قصادهم بالشكل ده، وادي الدراع قصاد الدراع. هاجي انا مش هسيبه طبعا كده ضعيف، فهاجي هعمل ايه؟ هاجي هدخل بعد ما عملت غرزتين الحشو في المنتصف في الضلع الخلفي وهاجي هعمل غرزة حشو كل سلسلة. هاجي في الضلع الخلفي بالشكل ده وهعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده. هبدأ الدراع الأول في الضلع الخلفي من السلاسل، هدخل وهعمل فيه غرزة حشو. اعدل كده الدراع معايا في الضلع الخلفي اهو وببدا اعمل اهي، ادي سلسله وفي الضلع الخلفي هعمل غرزه حشو بداير الدراع
وداير الشنطة كلها. ده هيبقى النهاية بتاعت الشنطة من أعلى مع الدراعين، بثبتهم أو بحملهم شوية بدل ما يبقوا غرز سلاسل، لأ ومعاها كمان هيبقى غرزة حشو، يبقى الدراع متماسك بالشكل ده. تمام كده هفضل أشتغل أكمل الدراع وألف كده وأطلع على الدراع التاني لغاية لما أوصل لنهايته، وهاجي مطرح ما بدأت هنا هنهي الخيط بتاعي. وبكده زي ما انتم شايفين انا وصلت لنهاية الشنطة. زي ما احنا عارفين بندخل في الضلع الخلفي من كل سلسلة وبعمل غرزة حشو بالشكل ده. انا وصلت للبداية خلاص، هروح عاملة ايه، هاجي هقطع بقى كده الخيط بتاعي من هنا اشد كده وهنهي نهاية بحيث ما تبانش. بدخل مطرح ما بدأ تحت ضلعين السلسلة، اجيب ابرة اصغر شوية واروح سحبة الخيط ده كده اهو بالشكل ده، وهاجي اهو ادي اهي في النهاية اهو، بدخل في البداية دي تحت ضلعين السلسلة ومكان ما الخيط طالع بدخل وبروح سحبة الخيط بتاعي بالشكل ده. اداني شكل غرزة سلسلة زي ما انتم شايفين. هقلب بقى كده من ورا ابدأ اسحبها بكم لفة كده كده اهو، ادخل كده تحت ضلعين السلسلة وافضل كذا لفة، وبعدين باجي من جوه احاول ان انا بقى ايه اخفيه كده اهو جوه الشغل فمش هيبان. ده كده اهو النموذج بتاعي المصغر للشنطة اللي انا عاملاها اهو، وادي الدراعين تمام ناحيتين متساويتين اهم، ودول الدراعين بتوع الشنطة. في حاجة هنا، انا هنا في النهاية دي انا عاملة غرزة حشو، ممكن برضو تعمليها بغرزة منزلقة، انا هنا عاملاها منزلقة فطالع الدراع برضو شكله مش بطال ومحمل شوية. ها هنا دي غرزة حشو اهو، يعني ده بوريكم الفرق بين الاتنين، ده غرز منزلقة وده غرز حشو في كل سلسلة، ودي طبعا حسب رغبتك زي ما انت عايزة تعمليها. انا في النموذج بتاع الشنطة بتاعي عملت غرزة منزلقة اهو، والعينة اللي وريتها لكم انا عاملة غرز حشو، ودي حاجة ترجع لك انت زي ما انت شايفة وحسب ذوقك. ده كان نموذج الشنطة بتاعتنا. نيجي بقى لزهرة اللافندر البوكي اللي انا عاملاه. انا هوريكم نعمل ده خيط قطن اليزا، هنعمل نموذج للزهرة بسرعة كده. هبدأ هشتغل عدد 15 سلسلة. الخيط ده انا واخداه على 3 فتلات عشان رفيع، وانا هنا هعمل الساق بتاع الزهرة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وهرتفع واحدة. هاجي هفوت اول غرزة بعد الابرة وهدخل في اللي وراها وهعمل غرزة حشو، والتانية هعمل غرزة حشو، ادي كده 2، وفي التالتة هدخل فيها وهعمل غرزة حشو، 3 كده 4 5 كده 6 7 8 9
10 11 12. انا كده عملت 12 غرزة حشو في كل غرزة سلسلة. اتبقى عندي من الخمستاشر 3. ممكن لو عايزة الساق اطول شوية مفيش مشكلة، زودي وبترتفع، بتاخدي 12 غرزة، بتعمليهم 12 غرزة حشو، وبتيجي بعد ما بتخلصي بتعملي بعد كده غرز منزلقة في عدد الغرز اللي باقية. تمام، انا اتبقى عندي 3، عملت غرز منزلقة وهروح جاية مع البداية، هروح ضمة دي مع دي بالشكل ده عشان انهيها بغرزة منزلقة، وبسحب كده وبقص الخيط بتاعي خلاص، واحاول ان انا اضم الاتنين مع بعض، اعقدهم كده عقدة عشان ما يتفكش مني. تمام كده انا خلصت الساق بتاع واقفل عليه. بعد كده مخلص بس الزهرة ده، هدخله جوه الخيط بالابرة واخفيه تماما. انا هنا الـ اول غرزة حشو عندي هي دي اهي، اول غرزة حشو. هاجي من هنا وهعد ال 12 بتوعي، ادي ايه التلات سلاسل المنزلقة مع اول غرزة حشو قصادها، هروح داخلة كده اهو، وهجيب الخيط التاني اللي انا هشتغل بيه الزهرة. يعني ادي النموذج اهو، انا عاملة الساق اهي، ده طويل شوية، اشتغلت هنا بالخيط الموف ده، فانا هجيب الخيط الموف ده، خيط ليزا برضو اهو، ممكن هنا انا اخده على اتنين برضو علشان خاطر الخيط رفيع شوية. هاجي وهعمل عقدة البداية بالشكل ده اهي، وزي ما قلنا هفوت التلاتة المنزلقة وادخل في اول غرزة كده. تمام، هاجي هدخل فيها كده وهعمل غرزة حشو بالشكل ده، اجيب الخيط ده كده عشان اخفيه معايا، هطلع واعمل عدد 6 سلسلة، 2 3 4 5 6. هاجي في نفس المكان هدخل فيه واسحب الخيط بتاعي وهطلع بغرزة منزلقة، وهاجي الغرزة اللي وراها هدخل برضو فيه وهسحب الخيط واطلع بمنزلقة، وبرضو في الغرزة اللي وراها هدخل واسحب واطلع بمنزلقة، وهبدأ من هنا ارتفع برضو 6 سلاسل كمان. ادي كده 6، ادي كده انا عملت اول بتلة، وادي 6 اللي وراها في نفس المكان اهو اللي انا داخلة فيه، بدخل وبسحب الخيط وبطلع بغرزة منزلقة، يبقى دي التانية. انا كده ارتفعت وعملت 6 بتلات من جانب الزهرة بتاعتي، جيت في الاخر دخلت في نفس المكان وعملت منزلقة، وخدت الغرزة اللي وراها غرزة منزلقة، وحاجة هنا هرتفع 6، 2 3 4 5 6، وحاجة عند اول غرزة حشو اهي، هي دي اللي هتعتبر اهي اللي قبلها قبل منها، ده المنتصف بتاع الزهرة، باجي اهو تحت الضلع ده في الخلفي، وهدخل واعمل منزلقة بالشكل ده، هعمل منزلقة اهو، وهاجي اول غرزة حشو هتقابلني، انا طلعت كده بمنزلقة واول، وهرتفع ب6، واول غرزة حشو هتقابلني هدخل فيها وهعمل منزلقة، يبقى دي الغرزة اللي في المنتصف. يبقى انا عملت جنب 2 4 6 7، ودي اللي في المنتصف، هرجع تاني ارتفع 1 2
تلاتة أربعة خمسة ستة، وهاجي في نفس المكان اللي دخلت فيه تحت ضلعين السلسلة وأعمل غرزة منزلقة، وهدخل في اللي وراها وأعمل منزلقة اللي ورا منها منزلقة، وهرتفع بالستة سلسلة. تلاتة أربعة أهو، أدي ستة، وأرجع في نفس المكان وأدخل وأسحب وأعمل منزلقة، وهكذا هكرر اللي أنا عملته هنا، هكرره على الجنب ده، وهأفصل الخيط بتاعي أقصه وهقفل. ده بالنسبة للزهرة بتاعتي، هعمل منها تلاتة بالشكل ده، أنا مجهزاهم أهم، أدي واحد وأدي اتنين وأدي تلاتة، دول تلاتة. بعمل البوكيه بتاعي، أنا بجيب التلاتة بالشكل ده أهم مع بعض، خلي دي في النص كده، وأدي التانية والتالتة أهم كده أهو. أحاول أثبتهم بإبرة وفتلة بس إيه ما تبانش، وهروح جايبة حتة كده من خيط الخيش بتاعي، بعد ما بثبتهم بروح جايبة كده وضمهم مع بعض اهو. انت حاولي بقى ايه ثبتيهم كده اهو مع بعضهم، انا بقى بحاول ايه اقفل كده اضم عليهم بالشكل ده اهو. يبقى انا كده ربطتهم مع بعض، وفي النهاية بعمل فيونكة زي ما انتوا شايفين كده اهو كده بالشكل ده اهو. بجيب بقى الشنطة بتاعتي، بحاول ان انا هنا مثبتاها بمسدس الشمع اهو كده اهو، مثلا تحطيها في اي مكان بقى، ده حسب ذوقك انت، عايزاها كده في الجنب بالشكل ده، عايزاها كده فوق مفيش مشكلة، برضو بتعمليها بالشكل ده اهو ها. وتحت بتحاولي بقى بإبرة وفتلة، وبتخشي بين الغرز وتثبتيها، بتمسكي كده وتثبتي بالإبرة والفتلة او بمسدس الشمع، وتحت كل جزء مثلا مسافة تروحي مثبتة الخيط مع الخيط بالشكل ده اهو. ثبتيها بقى بالطريقة اللي تناسبك. وده كان النموذج بتاع الشنطة بتاعتنا النهاردة، أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وإن عجبكم تكرما عمل لايك واشتراك بالقناة، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس الأحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصلكوا إشعار بكل جديد القناة بتعمله. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، وأستودعكم الله، ونتقابل إن شاء الله على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.